بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تشايفين متوقع أنا نقطة الميجا نايت قبل شوي، لأنه الخصم مو معقول كل بطايقه خفيفة. مفروض الآن لاعب فالكري يا شيخ مالك، خصم جدا 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 قلق جدا قلق. لا 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 لا، كذا لعب البيكا وهذه بتضرب البيكا من بعيد لبعيد، المشكلة. اوكي ما تساحر الكهرب، وهنا مشكلة، الخصم جدا صعب. لا 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 لا، الان يبلشك بال اوكي من البيكا. والله صراحة شيء صعب شيء صعب شيء صعب. الحفار مشتت ال... مشتت الأبراج. اوكي متابع عام، شوف مالك ماذا يفعل وما نوع المعارك. اوكي اوكي تشكيلة غولم، حلو حلو حلو. حط البيكا، مشكلتنا الان على الطائرة. ممتاز 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 ممتاز. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على القلق اللي قاعدين نشوف الآن، من فارسة لآلة طائرة. يا قلب لا تحزن، الله عليك الله عليك الله عليك. هذا الخصم فقط نظام القلق، نظام الوساخة، مضاد هيكل، آلة طائرة. المفروض ما يخاف من الخفافيش. عندك صاعق عندك صاعق عندك صاعق، حرام عليك يا ولد حرام عليك. اوكي حلو، شوف كيف الخصم هذا، والله قلق والله شغال قلق شغال قلق قذر قذر جدا جدا. شوف كيف مراية وغضب مع المنطاد وتنين الكهرب، مرة 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 شين ومرة قذر ومرة وسخ. اوكي بنعاني ضد الميني بيكا لازم اعترف. لا ضربة واحدة، حلو حلو حلو. هذه ميني بيكا ما هي بيكا، ما تتحمل. الكلور يبقى كبير اللي هو البيكا مدير الدير مجلد مجلدين. اوكي هنا صاعق عادي، هنا الآن تلعب فالكري صح، اشتغل عليك تنين كهرب عادي. خصم دفاعي بحت. اوكي اوكي كذا الآن نتورط السياف اي جهة ممكن نحطه. اوكي قرار ممتاز قرار ممتاز، تأمين الدفاع اللي هو الأولوية بهذه اللحظات والدفاع من المباراة.
لا إله إلا الله، انتهت 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 انتهت. خصم جدا مزعج، جدا مزعج، جدا مزعج، جدا مزعج. بسم الله، نشوف الآن، نشوف مباراة مالك ضد هذا، تجميد وغضب ومنطاد، يخرب بيت أم القذارة والوساخة والخباثة اللي قاعدين نشوفها. أوكي، شيء صعب، شيء صعب. ساحر الكهرب بطل 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 هذه الدقائق، وأيضا في تسلا فخصم مرة وسخ. يمين بالله ما ضحكت عليها الضحك المناسب صراحة، لأنه يتطلب انك تضحك عليه ضحك اكثر. الان بيجيب الساحرة الان، احتمال فالكري. اوكي كذا الان مالك لعبها صح، اضطر يلعب التجميد على بطاقات مالك الهجومية. حلو 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 حلو، تكتيك ممتاز، تكتيك ممتاز، توزيع الأدوار ممتاز بين ساحر كهرب وسياف وتسلا وفالكري. هنا الآن أيوه كذا الصح، تنتظروا لمين يلعب التجميد اللي هو فرحان فيه مع الغضب. والله لو كان خصم آخر كان أكل جلد غير طبيعي، كان أكل دمج غير طبيعي، كان أكل دمار من أول هجمة. غضب وتجميد مع منطاد، أنت في مهب الريح يا سيد. الخصم مهما كان بيعاني ضد هذا الهجوم، لكن وجود تسلا ووجود سياف وسلش البطل، بطلنا الكبير ساحر الكهرب، شوف كيف حتى مسكت تسلا، ما قصر ما قصر ما قصر في كل ميادين المعارك وفي كل ميادين مواقع الساحات له بصمات. واو 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 واو، رهيب 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 جدا، رهيب جدا رهيب جدا. لعب مالك هذا اليوم يوم الجمعة، يبدو لي انه دعاء دعاء مستجاب في صبيحة هذا اليوم الجمعة الموافق مدري كم أغسطس، 15 أغسطس أظن. والله مالك جالس يجلد جالس يجلد جالس يجلد ويفوز بالمعارك. واو 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 واو. أوكي أوكي أوكي، تورطنا هنا، جانا تنين كهرب، تنين نار قصدي، فعلاجه ودواؤه ساحر الكهرب. شوف 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 شوف، الفالكري اشتغلت بالطرف اليسار واسترعى ستار. هذا التسلا غلط 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 غلط، لا دام لعب تسلا المفروض ما تلعب الفالكري، وهنا يرتكب الخطأ مرة أخرى وثانية وثالثة. طبعا 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 طبعا، هنا
لازم سحر كهرب بسرعة وعادي نضحي فيه يعني أمام الفالكري. شو علي أهم شيء ما يعدي تنين النار، لأنه تنين النار ورا المنطاد ورا العملاق جايك وستوري يا ستار. شوف كيف الأخطاء، هنا مفروض ضرب صاعق منها يوقف ال شوف توتر ولخبطة آخر الدقائق. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كان مفروض ضرب صاعق وقف التنين النار وينهي الهياكل. هذا المفروض 3.8 أما مالك 4.1. أيضا مالك ما هو ثقيل كثير، أنا 4.3 4.4 أيضا قريب مني. شوف كيف هذا الآن لوك بيت، رجع حول لوك بيت هذا القذر اللي هزم مالك. أصلا هو خفيف. على العموم مباريات حلوة، مباريات متعة، مباريات فيها فن، فيها تكتيك، فيها إفادات. الآن الساعة 12:30 يوم 14 أغسطس الجمعة. مالك بدع أفضل مجموعة مباريات ورا بعض شفتها المالك من زمان، باين إنه فايق ورايق. متكتك بالبطايق. أتمنى تكونوا استمتعتوا إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو في زر تحت، زر اللايك، زر جميل جدا. إلى اللقاء، السلام عليكم.